ما يجري من ترتيب لأوضاع المنطقة. العراق سيكون أمنيا ضمن التصفية وصفقة تهدئة في المنطقة، يعني هم يفكرون بطريقة الآن يجب أن تهدأ المنطقة الشرق الأوسط بالكامل على أقل تقدير خلال السنوات الأربعة القادمة. العراق أمنيا ضمن هذه الدول التي يجب أن تصفى على المستوى الأمني، ومن بعدها يكون حديث سياسي. نعم، تصفية العراق بالطريقة التي هم يريدونها لا أعتقد ستكون صحيحة أو ستكون ناجحة. العراق عندما اختل الأمن في العراق اختل الأمن في الشرق الأوسط جميعه، وعندما عاد الأمن في العراق أكثر دول الشرق الأوسط استطاعت العيش ببحبوحة الأمان. العراق دولة مفصلية، دولة مهمة في الشرق الأوسط، دولة من 40 مليون، لديها موارد كبيرة، لديها قدرات عسكرية على مستوى المنطقة جيدة، لديها الكثير من الذي تستطيع أن تساهم في استقرار المنطقة، وبالتالي أن يكون العراق جزء من التغيير الأمني باعتقادي هو غير ناجح. ولكن العراق هناك قوى دولية في العراق، لديها توازنات دولية في العراق، استقرار العراق أصبح الآن من مصلحة الجميع، وباعتقادي إذا كانت هناك بعض الفصائل أو بعض من يريد أن يقاتل باسم العراق، باعتقادي الحلول الأمنية التي ستكون هي حلول بسيطة ضد العراق، ضد هذه الفصائل، ولن يجر العراق إلى حرب واسعة أو شاملة في هذه المنطقة. هناك من يريد العراق أن يكون مستقرا، الولايات المتحدة تعمل على أن يكون العراق مستقرا، في مصلحة إيران أن يكون العراق مستقرا. إذا الدول العظمى وإيران أصبحت لديها مصلحة مشتركة في جعل العراق مستقر وعبور العراق لهذه المرحلة. إذا باعتقادي العراق سيحافظ، وأتمنى أن يحافظ على العراق على هذه الحياد، وأن لا يجر إلى معركة لن يكون فيها الطرف الرابح ولن يجني منها أي نتائج. هناك من يقوم بهذه الأعمال، ولكن باستطاعة الحكومة العراقية أيضا إيقافه. وأنا بعلم بحد علمي أن الحكومة العراقية داخلة في مفاوضات جدية مع هذه الفصائل، في محاولة للسيطرة على هذه العمليات، في محاولة لقبض جعل يد الحكومة هي العليا. الحكومة العراقية اتصلت بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا وبالمجتمع الدولي، محاولة تهدئة الموضوع وعدم جر العراق إلى حرب هو ليس طرفا فيها. إذن باعتقادي وأتمنى أن يكون العراق بمنع عن هذه الحركة، التغييرات الأمنية أو التغييرات الجغرافية التي من الممكن أن تحدث بالمنطقة نتيجة ما بعد 7 أكتوبر.